فيبدأ بقى يكريت، بيقول لي انت عايز البلوك ولا البايثون؟ لسه هناخد البايثون بعدين، ولا ماشين ليرنينج؟ ماشين ليرنينج دي من الحاجات السهله قوي يعني، ما تقلقوش منها. طيب هناخد ان احنا عايزين نرسم شكل مضلع. شكل مضلع ده يعني ايه؟ شكل خماسي، سداسي، سباعي، بس انا مش هحدد، هخلي المستخدم يعني، انا لو اديت اللعبه دي لحد صاحبي هو اللي يقول انا عايز ارسم شكل خماسي، فيترسم له شكل خماسي. انا مش هبقى عارف هو عايز ايه. تمام؟ فنفكر فيها مع بعض كده. اول حاجه انا عايز اقول له ايه لما نبدا اللعبه اللي هي جو، عايز اساله هي هتبقى كام رقم، فاروح لفين بقى عشان اساله؟ هاجي هنا اللي احنا استخدمناه المره اللي فاتت، واتس يور نمبر، بدل نيم هتبقى نمبر. طيب هو مثلا لو قال لي شكل ثماني، يبقى هو يرسم لي هنا شكل ثماني. طيب عشان ارسم ويبان معايا يعني، هو لو اتحرك مش هيبان معايا الحركه بتاعته، هستخدم البن القلم، علمت على القلم، هيبدا ان هو يحمل لي القلم هنا. طيب عشان يبدا يرسم هقول له ايه؟ بن داون، يعني حط لي القلم، حط لي القلم. احنا لازم نفهم يعني، مش نحفظ الحاجه نفهمها، عشان لو انت ممكن انت تعمل حاجه احسن مني، تقول لا ده انا هعمل كذا، انا هضيف كذا، انا هختصر الطريق. طيب هعمل بقى فاريبل عشان اعرف الرقم ده كام، اللي هو مثلا 5 6، ابدا ان انا استخدمه تاني، فاقول له اعمل لي فاريبل متغير وسميه سلايد او اي اسم، الاسم اللي انا بسميه دلوقتي مش هيفرق. طيب السلايد دوت ست سلايد، خلي السلايد دوت بتساوي الفاريبل اجابه السؤال اللي هنا اللي هو انسر، حطيناه بالشكل ده. يبقى انا هساله واخد الرقم ده واخزنه عندي هنا، وبعد ما اخزنه هبدا بقى احط القلم وابدا اتحرك، يعني كل ما ده يتحرك كده هيبدا يرسم. طيب ممكن برضو نروح هنا للقلم، هستخدم حاجه اسمها ايه، اريز اول، لو انا عايز امسح كل حاجه ادوس عليها كده يبدا يمسح اي حاجه مرسومه. طيب انا عايز الحاجه دي تتكرر كام مره حسب عدد السلايد، يعني عايز اقول له ايه، ارسم خط وارسم خط تاني وارسم خط تالت لحد ما يكمل الخمس خطوط او ست خطوط. فهنعملها مع بعض، هقول له ايه، كرر ريبيت، عندي هنا ريبيت 10 مرات، وعندي فور ايفر، فور ايفر ده يعني هيقعد يمشي بدون اي مشكله خالص. طيب انا عايز هنا اقول له كرر لي الكلام دوت حسب عدد السلايد، يعني لو قلت له 5 هيبدا يكرر 5، لو قلت له 6 يكرر 6. هخليه يتحرك مسافه معينه واخليه يلف بزاويه معينه. اتفضل. هو انا مثلا لو يعني لو عايز اغير الوان كده ينفع اخليه يعني هو مثلا مش هو يمشي يرسم حاجة مثلا يقدر يرسم مثلث، هو انا بحركه يعني انا بحركه مع شكل مثلث. طيب لو انت عايز تحركيها تكتبي له هنا 3، هيبدأ يتحرك 3 خطوط يروح رسم لي التلاتة. تمام؟ انت عايز تحركيه عدد الارقام هو اللي هتكتبيه هنا، فلو قلت له 3 هيرسم 3، لو قلت له 5 هيرسم 5. يعني هو مثلا لو 3 هيعمل لي واحد كده وواحد وواحد كده. هيعمل ايه؟ هيمشي كده ويمشي كده ويمشي كده، وهو حاطط ماشي صح؟ لا انا هخليه يتحرك مع نفسه دلوقتي، خلينا نجربها مع بعض وتشوفيها. انا دلوقتي اقول له ريبيت، انا عايز احركه مسافه معينه، هقول له مثلا اتحرك اتحرك موف، عايزين نشوف بقى يتحرك قد ايه، موف ماشي، وعايز اقول له ايه، لف ماشي، اخليه يتحرك شويه ويلف. تمام؟ طيب بيتحرك بمقدار قد ايه؟ انا هشوف، انا عايز احركه مثلا 3 مرات على يعني يرسم مثلث، فهقسم ال 360 على الثلاثه، لو ارسم مربع هقسم 360 على الاربعه، دي بتفرق في الزاويه، يعني الزاويه دي لو قلت له 15. طب خلينا نجرب، ودي مش صح اللي انا عاملها دي مش صح، بس تجربه عشان نفهم بس انا عايز اقول ايه. هقول له مثلا كام ضلع، طب 4 مثلا ماشي، اتحرك هو 10 خطوات وخلاص على كده. لا انا عايز اقول له 360 على الرقم اللي انا هديه لك. طيب نقول له مثلا هو مثلا هو هيمشي 10 خطوات هيعيدها بقى تاني 15 مرة صح؟
عدد انت عايزه كم؟ انت عايز السلايد دي اللي هي عدد المرات، انت عايزها كم مره؟ 10 مرات. طيب يعني عايزه شكل 10 اضلاع صح؟ طيب خلينا اكتب له هنا 360. 360 دي لو عندي الشكل اللي احنا بنرسمه بيبقى 360 على اللي انا عايزه السلايد ده. سلايد اهو، وبرده الزاويه اهم حاجه بالنسبه لي الزاويه. تمام، الزاويه دي هقول له برده 360 على السلايد. بين داون اهو سلايد. مستر ايوه حاضر. اتفضل. واحنا لو عايزين نحركها، او احنا بنحركه ازاي؟ ما هو احنا بنحركه من خلال ان احنا بنكتب له اوامر ان هو يتحرك مثلا بالمقاس دوت، موف 360 على السلايد. ماشي، طيب اريز اول، نقول له ارجع. هو راح فين؟ سلايد. طيب خليني افتحه لكم على المتصفح. كام مثلا؟ 5. طيب هو 0. هنا 0 و0. وهنا 100. 5. خدتوا بالكم من اللي حصل؟ انا بكتب له مثلا 5 يبدا ان هو ايه يرسم الشكل الخماسي دوت. تمام اهو. طبعا مثلا ده شكل خماسي. طيب انا اللي بقول له، انا بص هبدا اهو اللعبه، انا هبدا اللعبه واقول له ايه، انا عايز شكل ايه سباعي 7. هيعمل ايه؟ يعني هو بنقول الخط هو يعني عاملين خطين، هنقول له 2 هو يعمل 2. هيعرف 2. الرقم اللي انت هتقوليه هيعمل ايه؟ تعال نمشي خطوه خطوه كده. اول حاجه هو مستني ان احنا ندوس على علامه ايه، البدايه. اول ما يبدا البدايه هيقول لك انت عايز الشكل ده سباعي ولا ثماني ولا ايه بالظبط. انا قلت له مثلا 8 مثلا، تعال نمسح واقول له 8. 8 واقول له انتر. التمانية ده هيعمل بيها ايه؟ هيبدا يمشي بيها زي ما انا اقول له. هيمشي ايه اهو، شفت عمل شكل ثماني اهو، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 8. تمام، بين داون يعني هيبدا يحط القلم، كل ما يتحرك هيبدا يظهر معايا. ماشي، ريبيت هيبدا يكرر، هيبدا يتحرك. يعني لو خدناه، خليني اعمل لك حاجه حلوه قوي عشان تشوفيها بنفسك. هعمل حاجه اسمها ايه، ويت يعني استنى جزء من الثانية عشان نشوفها خطوة خطوة. اهو. ايوة. هو القلم. الايه؟ هو القلم. انا ممكن الغي لك الشخصية دي واخليها قلم دلوقتي، هعملها لك حاضر. هو الدب ده انا كاتب الاوامر فيه، فخليني اعمل لك قلم. لو انت عايز قلم نعمل لك قلم. بص اهوت اهو، عايزين نختار شخصية تانية واقول له هنا انا عايز قلم بن. دي اشكال كتيرة، في بنسل، مفيش اهو بنسل اهو. طيب انا عايز اخد الاوامر دي بقى كوبي واحطها عند القلم دوت، وهلغي الدبدوب ده خالص. ماشي اهو، هاخد الشخصية دي كلها واحطها ايه عند القلم اهو. اجي عند القلم الاقي كل حاجة موجودة. طيب الدبدوب ده عشان مزعلكم هلغيه. تمام، طيب هبدأ بقى الشغل بتاعي. هقول له القلم ده انا عايز اتحرك مثلا 8 اهو. بصي بس انا ضفت حاجه، ضفت اللي هي ويت بوينت 1، يعني ايه ويت ثانيه واحده يعني بس جزء من الثانيه. بوينت 1 يعني 1/10 من الثانيه. تمام، طيب انا قلت له اعمل ايه، واحده واحده. قلت له اول واحده اتحرك بمقدار بيقسم 360 على الرقم اللي انا قايله له، 360 مثلا على 5. ممكن نلغيها ونقول له اتحرك مثلا 200، تبقى ثابته 200. ماشي، طيب اول ما اشغل هقول له مثلا خليها شكل خماسي. بدأ يرسم لي خماسي، عمل ايه؟ مشي 200 خطوة، وبعد كده خد الزاوية دي 360 على السلايد.
قسم مجموع زوايا الشكل كله 360، فهو بيقسمها على الخمسة بحيث ان هو كل مرة بحيث لما يخلص يكون خلصهم كلهم. ماشي؟ ايوه. هو احنا ممكن بدل 360 دي ممكن نكتب الرقم احنا هنا، ممكن من 200 دي نخليها مثلا 300، يبقى هو يمشي 300 وبعد كده يرسم الزاويه الجديده وهكذا. بقدر اتحكم فيها من موف، يعني المكان هيتحرك كام خطوه. السيرن دي اللي هي الزاويه نفسها اللي هيلفها. ماشي، خلينا ناخد اريز كده عشان يمسحها لنا اهو. فانت كتبت 300 تمام، هنقول له مثلا شكل خماسي اهو، بدا يرسم لنا شكل الخماسي. بس خلينا ايه نظبطها كده احسن، خلينا نمسحها ونرسم مثلا شكل تسعة مثلا تساعي، بدا يرسمه لنا تمام. بس هو رسم فوق، ممكن ننزل احنا كده ونقول له ارسم تاني شكل خماسي. ايوه، هو انا مثلا لو عايز ارسم حاجه كبيره وواحده صغيره وواحده صغيره كده، مثلا زي قلب كبير وقلب صغير وقلب اطول. مفيش مشكله. يعني قولي هتعملي ايه بقى؟ شايفه ريبيت ديت، هتاخدها كده كوبي بيست ريبيت بكل اللي فيها تمام، وتقولي لها كوبي بيست وتكتبي رقم تاني زي ما انت عايزه. يعني مثلا هتبداي تشوفي ريبيت ديت، ممكن نحطها هنا، هيخلص الشكل ده وبعد كده يدخل في الشكل التاني، تبدأ تكتب بقى الارقام اللي انت عايزاها. يبقى انا عندي شكل وجواه شكل تاني وشكل تالت ورابع، تقدري تكتبي الاوامر اللي انت عايزاها. احنا بقى بناخد الاساسيات، لكن انت تقدري تعملي حاجات احسن منها بكتير. ماشي، عايزكم تجربوها وتورونا ايه انتوا هتعملوا ايه. بس طبعا ايه الموف ديت المفروض بقى ايه تغيريها، يعني مثلا بدل 360 هقول له مثلا 200 مثلا، وهنا تبدأ تغير الزاويه اللي انت عايزاها عشان يبدا يعمل. هو انا ممكن اكتب اي رقم؟ اكتب اي رقم انت، الشكل اللي انت عايزاه انت هتكتبي وتشوفي الرقم اللي انت عايزاه ده اتعمل صح ولا غلط. انا عايزه اكبر رقم اولي، يعني مثلا مثلا ينفع اكتب اكتر من 500؟ مفيش اي مشكله خالص. عايزاه يتحرك 500 اكتبي عايزاه يتحرك 500. يعني ما فيش رقم محدد ما ينفعش امشي بعديه؟ لا، ما فيش رقم محدد. هي الفكره كلها ان بعد فتره لو كتبت رقم كبير هيخرج من الشاشه ديت تمام. بس ما فيش مشكله، ممكن نكتب له كود بعد ما تخلصي، تكتبي له كود في هنا كود اسمه ايه، جو تو اكس مثلا واي اهو اللي هو ده. بعد ما تخلص روح للمكان الفلاني، اكتب له انا بقى ايه بعد ما تخلص روح للزيرو زيرو او اي رقم انت عايزاه، ده زي ما انت عايز تمام كده؟ طيب خلينا نعمل برنامج تاني مع بعض. البرنامج ده هيعرف انا حزين ولا فرحان.